ويتحدى التربية والتعليم، ويتحدى الوزارة، ويتحدى المنظومة. تعال نشوفهم مع بعض عشان حضرتك تحلل الكلام ده مدى صحته ودقة هذا الكلام، اللي هو التحدي هو اللي عمل النهاردة كل التسريبات، إجابات نموذجية، أسئلة غيره غيره غيره، هد التربية والتعليم. يعني النهاردة بقول لحضراتكم نشوف شاومينج بيقول إيه وليه بيعمل الحكاية دي. نشوف شبح الأسطوري اللي بدأ ظهوره سنة 2012، بدأت قصته بأنه كان حابب يغير من مستوى التعليم في مصر، لحد ما وصل للمهزلة اللي بتحصل كل سنة من تسريب امتحانات وحلول ونماذج إجابات في أوقات الامتحانات. أي نعم كان في بعض الآراء المعارضة والمخالفة، بس برضه المؤيدين كانوا كتير. خلينا نوضح طريقة تفكير شاومينج في التطوير. 1- إعطاء المعلم حقه مادياً واجتماعياً وثقافياً. بيتم المعاملة مع المدرس على إنه منهج وسطور وكتب، بيخش يملى السبورة بشوية كلام حفظه ويمشي، وطبعا مرتبه بيكون ملاليم، فبيلجأ للدروس الخصوصية، وده طبعا بيقلل من القدر الاجتماعي للمدرس، أو بمعنى أصح بيكون هدفه إنه يقدر يكسب ويتعايش مع ظروف الحياة. دور المدرس مش أقل من دور الدكتور أو المهندس، أصلا لولا المدرس ما كانش هيبقى فيه دكتور ولا مهندس. 2- التصنيف الطبقي للكليات، يعني الكليات زي طب وهندسة وصيدلة بيسموها كليات قمة، لكن تربية وغيرها من الكليات الشبيهة ما لهمش لازمة. يعني مثلا عندك كلية زي تربية، الكلية دي بتخرج المعلمين اللي بيقوموا بدورهم بتعليم الطلبة ويتأهلوا لكليات القمة اللي بيقولوا عليها. 3- إلغاء التنسيق. التنسيق هو الكابوس الثاني بعد كابوس الثانوية العامة، اللي بيتم على أساسه تحديد مستقبل الطالب بحيث يتحدد له بعض الكليات المناسبة لدرجاته، وكمان على حسب العدد المطلوب في الكليات، حتى لو ما كانش حاببها بس مجبر انه يخشها عشان يكمل تعليم. نظام القدرات بيسهل على الطالب انه يدرس الحاجة اللي بيحبها ويتخصص فيها ويطور من نفسه وينفع بلده. 4- تحديث المناهج، وده لان الطالب بيقعد يدرس في سنين حياته كلها حاجات ثابتة اشبه بالمنقرضة، فبالتالي بعد ما بيتخرج ويطلع لسوق العمل ويكتشف انه ما درسش حاجة مفيدة، فبيرجع تاني يتعب ويكافح ويدفع وياخد كورسات ويقدر يتماشى ويتعايش مع تطور التكنولوجي اللي حصل. 5- الخسارة المتعمدة، وهي بسبب تكلفة الورق المهدر كل سنة من اوراق امتحانات وكتب مدرسية والجان. العالم الموازي والمتطور شغال بالاساليب الرقمية، يعني الامتحانات والدراسة وكل حاجة محكومة بتابلت بيتسلم للطالب عليه المواد العلمية والدراسية اللي هيدرسها، معمولة بشكل جميل لتسهيل الفهم، وكمان كل سنة بيتسلم كارت ميموري للدارس عليه المنهج اللي هيدرسه. الفكرة في شاومينج انه مش بيغشش او بيسرب الامتحانات وبس، الفكرة انه عاوز يطور وحاول بكل الطرق انه يغير المنظومة التعليمية، بس ما كانش فيه فايدة، فاضطر انه يتخذ الاسلوب ده علشان صوته يوصل. بس دلوقتي قدر يوصل صوته ورأيه لكل الشباب، وهيفضل شاومينج موجود والمهزلة هتفضل مستمرة لحين البدء في التطوير. وشاومينج هيفضل موجود، وأسر بعتلي أولياء أمور بيقولوا لي احنا دافعين في مادة من المواد 25,000 جنيه السنة، 25,000، ازاي يلغوها؟ مادة اللغة العربية، مادة 25,000 جنيه يلغوها؟ ده احنا هنعمل ونسوي ونعمل يا أستاذ عادل.